نروح من النادي الاهلي الى نادي الزمالك والقلعه البيضاء، وبرضو الخبر مهم جدا لكل جماهير نادي الزمالك. فتوح هيجدد امتى؟ عقد فتوح هيجدد امتى مع نادي الزمالك؟ طلب احمد فتوح الصدير الايسر لنادي الزمالك من مسؤولي النادي مستحقاته المتاخره، بيطالب بشكل صريح ان هو يحصل على 10 مليون جنيه قبل التجديد لنادي الزمالك. يعتبر احمد فتوح نقطه قوه جامده جدا لنادي الزمالك داخل طبعا الجانب الايسر، وهو من اهم اللعيبه في الفتره الحاليه. وهناك محاوله من الجانب القلعه البيضاء لتجديد عقد اللاعب من اجل بقى الحفاظ على استقرار الفريق. وفتوح من اللعيبه الكبيره، وهو عنده رغبه ليكون مكمل في الزمالك، واكيد هيكون اضافه قويه جدا لنادي الزمالك في الموسم المقبل. في بعض اللعيبه بتواجههم يعني سوء التوفيق على شكل اصابه، ده حصل السنه اللي فاتت لمحمود حمدي الونش، ولكن هو بيقترب من العوده وبيقترب من انهاء برنامجه التاهيلي اللي بيخضع ليه خلال الفتره الحاليه بالامارات، حيث يعمل بقى اللاعب على قدم وساق من اجل العوده سريعا للتدريبات الجماعيه لفريق نادي الزمالك. وبيسابق بقى الزمن كده الونش للتعافي من اصابه الرباط الصليبي اللي لحقت بيه خلال الفتره الماضيه وابعدته عن صفوف نادي الزمالك. وتعد مرحلة التأهيل اللي بيخوضها الونش المرحلة الأخيرة للاعب، والتي سيخوض بعدها مرحلة التأهيل في الملعب تمهيدا للعودة للملاعب والمشاركة مع فريقه في الموسم الجديد، ومن ثم طبعا تواجده مع منتخب مصر. الونش من اللعيبة الدولية الكبيرة جدا، وإضافة لنادي الزمالك وأيضا لمنتخب مصر.